السلام عليكم، معكم الفنان كوميدي سيد عبدو. اليوم حنا كنتواجدوا في واحد الحفل تاريخي اسطوري اللي داخل في اطار الاعمال الاجتماعيه، اللي مزوجين واحد المعاق وكاين واحد المساهمه كبيره اللي غادي يحيوا هذا الحفل هذا، بالاضافه للمستشهرين اللي مساهمين باش يكون هذا الحفل بهذا المستوى. ومعايا الفنان صاحبي واخويا، انا كلام مصري دلوقتي عشان هو مصري. فنان صاحبي لما قلت له الفكره حبت الفكره وقال لي شوف يا عبده في عمل خير، انا معك في الخير، في فلوس انا معك في الفلوس، الخير انا معك. السلام عليكم. بالنسبه للفرحه ديالي بهذا العرس الاسطوري هي فرحه كبيره 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 بزاف، فرحه لا توصف، يعني واخا نهضر واخا نتكلم الكلام لا يصف الاحساس اللي كنحس به. وهي بطبيعه الحال لان كتشوف نجوم، كتشوف منابر اعلاميه، كتشوف الناس اللي حاضره، يعني الشعب المغربي. وهي بطبيعه الحال كتشوف الشعب المغربي كله فرحان معاك، وكله كان كيسول وكينتظر هذا النهار هذا، ويعني ومتابعينه بكثره. يعني هذا هي المدام الام ديالها طلبت انها تخرج البنت من الدار ديالها من مدينه سلاب بحكم التقاليد المغربيه، يعني مازال كنتظر حتى انا الاطلاله ديالها. الله يبارك فيك ان شاء الله في عون الله. مرحبا. الله يحفظك يا حبيبي ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله بحول الله. I'm gonna go